كل التحية لكل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان، وهذه إطلالة سريعة على أهم قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي المنعقد اليوم الثلاثاء 10 أغسطس في معقل النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. الحقيقة أنه هذه الجلسة كانت جلسة مهمة وفارقة، لأنها كانت مطولة لدراسة خطط عمل شركات الأهلي التي تم إشهارها وبدأت عملها مؤخرا. المجلس الحقيقة عقد مجموعة من الاجتماعات المتوالية مع مجالس إدارات الشركات، بدأ بشركة كرة القدم اللي حضر مجلس إدارتها بكامل تشكيله برئاسة الأستاذ ياسين منصور والدكتور مصطفى مراد فهمي نائب الرئيس، وأيضا حسام غالي عضو الشركة أو عضو مجلس إدارة الشركة، والمدير التنفيذي عمرو شاهين اللي استعرض من خلال الحقيقة العرض اللي قدمه خطة عمل الشركة اللي وضعها مجلس إدارة الشركة لمجلس إدارة النادي الأهلي لإقرارها أو لإطلاعه عليها أو مناقشته، وتتعلق بأنه في سنة انتقالية، مرحلة انتقالية، يتم نقل العمل الخاص بكرة القدم إلى هذه الشركة. هذه المرحلة الانتقالية مقسمة إلى أربع مدد أو أربع فترات زمنية، مدة كل مرحلة 3 شهور. بالفعل الشركة، شركة الأهلي لكرة القدم، تسلمت البيانات الخاصة بكرة القدم والعقود الموقعة مع الشركاء الاستراتيجيين كمان لعمل دراسة شاملة وكاملة ومناقشة الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال الفترات الزمنية الأربعة خلال السنة الانتقالية. شركة الأهلي لكرة القدم سترفع تقاريرها الدورية عن الإجراءات المتخذة خلال هذه الفترة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي اللي بيمثل الجمعية العمومية، لأن أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي هم المساهمين الرئيسيين والمالكين لهذه الشركة. هذه خطوة مهمة وجاءت في توقيت بالغ الأهمية، ودائما النادي الأهلي رائد في مثل هذا النوع من الخطوات اللي بتأخذ كرة القدم المصرية إلى العالمية بكل تأكيد. فكل التوفيق لشركة كرة القدم في النادي الأهلي ولمجلس إدارتها المحترم ولفكر مجلس إدارة النادي الأهلي اللي كان حريص برئاسة الكابتن محمود الخطيب على إقرار هذه الشركات ونقل العمل لها في إطار تطوير العمل في النادي الأهلي ومواكبة أو التناغم مع قوانين جمهورية مصر العربية، سواء كانت القوانين الرياضية أو قوانين الاستثمار. كمان استعرض النادي الأهلي في اجتماع تالي مع شركة الأهلي للمنشآت الرياضية برئاسة المهندس أيمن إسماعيل أو الأستاذ أيمن إسماعيل خطة العمل أيضا خلال السنة الأولى المتضمنة الأهداف والمهام المكلفة بها الشركة، وتم خلال هذه الجلسة استكمال تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية لتصبح 6 أشخاص. حضراتكم عارفين أن الأستاذ أيمن إسماعيل هو الرئيس الشركة، تم ضم الحقيقة 3 من الخبرات الكبيرة جدا في المجالات المختلفة لإثراء العمل داخل الشركة، وهم الدكتور خالد سري صيام الرئيس الأسبق للبورصة المصرية، السيد المهندس أحمد عبد العظيم يوسف مدير عام شركة دار الهندسة مصر. وغني عن البيان نحن نقول أن شركة دار الهندسة هي واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال التصميم المعماري والتخطيط العمراني، وايضا تم ضم الاستاذ محمود عبد الله الرئيس الاسبق لشركه مصر القابضه للتامين ليستكمل بذلك تشكيل مجلس اداره شركه الاهلي للمنشات الرياضيه. وخلوني اقول لحضراتكم على خبر مهم، انه الشركه خلال هذا الاجتماع، شركه الاهلي للمنشات الرياضيه، حصلت على موافقه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب على طرح كراسه الشروط الخاصة بحقوق تسمية الاستاد الجديد. هو استاد النادي الأهلي، لكن حضراتكم عارفين أنه بيبقى فيه راعي لهذا الاستاد يطلق اسمه مع اسم النادي الأهلي على هذا الاستاد، وهذه حقوق تجارية لأول مرة بتطبق في مصر، وده بيعود إلى قيمة وطبيعة العلامة التجارية للنادي الأهلي. كمان في قطاعات مهمة لها الرغبة كما عرضت الشركة في اجتماعها مع مجلس الإدارة على المشاركة في هذا في يعني شراء كراسة الشروط والمشاركة مع النادي الأهلي فيما يتعلق بالحقوق التجارية لاسم النادي الأهلي الجديد. قطاعات بقى الاتصالات، المشروبات الغازية، التأمين على سبيل المثال، لا الحصر، هناك قطاعات أخرى
كثيرة، وزي ما قلنا لحضراتكم ده بيعكس قيمة العلامة التجارية للنادي الأهلي وجمهوره العظيم في كل مكان. الاجتماع الثالث الحقيقة كان للشركة الثالثة، وهي شركة الخدمات الرياضية اللي بيرأسها السيد الوزير يحيى راشد وزير السياحة الأسبق. الحقيقة أيضا الشركة قدمت خطة عمل لمدة 6 أشهر قادمة، عرضت كمان الهيكل التنظيمي الخاص بيها، وتم تكليف الشركة من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي بتنفيذ الخدمات لصالح فرق النادي الأهلي بشكل شامل، خاصة في مجال كرة القدم والفرق الجماعية والرياضية كلها. وعلى الفور ستبدأ الشركة في تنفيذ رحلة فريق كرة اليد إلى المغرب للمشاركة في كأس الكؤوس الإفريقية. والشركة أكدت أنها ستقدم كل خدمتها لقطاعات النادي المختلفة الرياضية والمراحل السنية المختلفة وأيضا الأكاديميات، ومهتمة جدا أيضا بتقديم خدمات لأعضاء النادي الأهلي في مجال الحجز والسفر وخلافه، بالإضافة إلى الرؤية الخاصة بالخدمات التي ستقدمها لجمهور النادي الأهلي في المستقبل بعد الانتهاء إن شاء الله من جائحة كورونا، وبعد أن يصبح إن شاء الله المناخ والجو مواتي لتقديم مثل هذا النوع من الخدمات أو الحضور الجماهيري للبطولات الرياضية وخلافه. الحقيقة في قرار من القرارات المهمة اللي تثلج الصدر، وهو قرار مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الخاص برفع قيمة مكافأة اللاعبة جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه في النادي الأهلي والحائزة أو الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو مؤخرا إلى قيمة المكافأة الذهبية. يعني النادي الأهلي قرر يصرف لها المبلغ أو القيمة المالية أو الجائزة المقررة للحصول على الميدالية الذهبية تقديرا لدورها الكبير وأدائها الحقيقة اللي شرف اسم مصر ورفع اسم مصر عليها واسم النادي الأهلي مؤخرا في أولمبياد طوكيو. هذه الجائزة قيمتها 200,000 جنيه أو المكافأة يعني، وهي تتعلق بضوابط ولوائح النادي الأهلي، وده قرار لافت الحقيقة من مجلس إدارة النادي الأهلي، وكل التهنئة لجيانا فاروق على هذا الإنجاز اللي حققته الحقيقة. كمان وافق المجلس على إسناد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير قطاع الناشئين في رؤية الحقيقة لتطوير قطاع الناشئين وتطوير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية بتاعته من ملاعب وقاعة محاضرات ومباني أكاديمية للإداريين، غرف خلع ملابس. المجلس وافق على كل الخطة اللي تقدم بها قطاع الناشئين، وكلف واحدة من الشركات الوطنية الكبرى للبدء فورا في تنفيذ هذه الخطة ليكون قطاع الناشئين يعني مواكب لكل التطورات العالمية وأرقى المعايير الحقيقة الموجودة في العالم وفي كبرى الأندية، ليستمر القطاع في إفراز وإخراج لاعبين مميزين ينتمون للنادي الأهلي. أخيرا قرار مهم أيضا، وهو مجلس إدارة النادي الأهلي قرر تكليف السيد الأستاذ الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي أو القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي حتى الآن بمهمة المنسق العام ما بين النادي الأهلي، ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي وبين الشركات التابعة للنادي الأهلي الأربعة. في شركة قديمة زي ما حضراتكم عارفين وهي شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، والشركات الثلاثة الجدد وهي شركة الأهلي لكرة القدم، شركة الأهلي للخدمات الرياضية، وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية. وإن الحقيقة هذا القرار بيعكس أيضا حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على إسناد الأمر لأهله دكتور سعد شلبي، بالإضافة إلى خبراته الإدارية المتعددة كونه أستاذ جامعي وأستاذ تسويق رياضي، فهو صاحب باع طويل في هذا المجال، بيمثل النادي الأهلي كقائم بأعمال المدير التنفيذي وفي نفس الوقت منسق نظرا لخبراته الكبيرة وعلمه ومنهجيته العلمية في إدارة هذا النوع من الملف، ناهيك عن صفات الرجل الشخصية اللي بيتسم بدماثة الخلق والقدرة على أنه يسوس زملاء والقطاعات المختلفة في إطار رؤية مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بشكل راقي ومحترم يليق باسم النادي الأهلي. شكرا لحضراتكم، دائما النادي الأهلي في المقدمة، وتحيا مصر.